السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كاميرا عيدة وقناة فوتوغرافي عيدة الإخوة بقيت أمبان. أول مرة كنوقع بحال هاد الأمبان هذا كتبيس ليا الرويضة ماشي تبيس هذا سمعتها واحد باق واحد باق وهي مشات أسيدي خلعتني ما عمر هاد الأمبان هذا وقع ليا وأنا مع دابا عرفتو أي منشئ محتوى إلا وضروري كيخصو يوثق أي مرحلة يعني داز منها الذكر إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قلت لكم اي منشئ محتوى ضروري غادي يوثق اي لحظه كيدوز منها نبدل هذا العجب هذا ونشوف وين توصل. وعندما كيفاش كنزير واش هكا كنزير ولا هكا كنحل دونك هكا هذا هو هكا واقيلا كيتحل واقيلا هكا كيتحل الله يجيبو كان شي محسن لا يعاوننا في هذا في هذا اللومبان هذا على الله الا كاين شي مستير ولا شي محسن لا يعاوننا في هذا الله يجيبو على الله نتسناو على الله يجي شي حد عنده شي جعبه نتسناو. تيقولوا الواحد ولا خص يعول على راسو وما تسنى شي حد يدوز هنا. شكون اللي قال لي شي حد يدوز هنا؟ غادي نحاول ما يمكن شي حاجه ونبدا نضرب 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 تن تنفكهم ولا نهرسهم ولا نشوف اش ندير. اي مشكل دابا ما عرفتش كاع فين كيتحل هادشي وفين كيتسد. دونك هذا هو الزيار. خاصها تكون هذا تا هو يتزاد في البيرمي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايوا 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 بركة اما مسالينش اما مسالينش عجب. ها؟ علاش صراحة الله يلا بغيك رفصني. عرفت راه شحال ما تحلتش هاد الرويضة هادي؟ شي كثر من عام ونصرف. عام وشي حاجة. تسليم استسليم استسليم تشنو تسناو شي ولد الناس على الله يدوز شي حد. مازال قدامي واحد الحل ندير هاد البرودوي هذا نديرو ديك الكروات على الله الا هداهم الله يتحلو الا والو دوماج. دونك البرودوي درت منو شي بركة نتسنى على الله شوية ربما يدخل لك البرودوي هذيك البركة على الله إلا هذا الله يتحلى على الله. دعوا معنا الخوت
هنا جاب الله واحد ميكانيك ديال هذا خدامين في الطريق هادو غادي يعاوننا على اساس نحيدوا هاد العجب هذا ونخرجوا من هاد اللومبان هذا. الله يعاون الجميع. دور ترجع بالينا باركه غنعزه ياك هادو باركه غنعزه الزغور نسوفو الله أبشرك.
صراحة عطا الله ولاد الناس هذوك الكازاوي اللي قلت لكم هذا عفوا دوك الدراري اللي مسطات هما اللي قالوا لها السيدة راه شوف راه واحد السيدة راه بقى قدام كتبنا وجا مسكين على نيتو عجيبة صح في الاخر قلت ليه شحال كتسلي مسكين قال لي الله يرحم الوالدين وفعلا رحمت ليه الوالدين ديالو عجيب الحمد لله باقيين ولاد الناس وباقي الخير في هذه البلاد هذه اللهم بارك.